نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز التصويت في الانتخابات القائمة على الديمقراطية والقوانين الوضعية؟ هذا ليس من عمل المسلمين. عمل المسلمين أن أهل الحل والعقد يبايعون من يصلح للإمامة، تنعقد بذلك ولايته، والناس تبع لهم، الناس تبع لأهل الحل والعقد من العلماء والقادة، ما هو كل واحد لازم يبايع وينتخب. هذا نظام غربي، ما هو نظام إسلامي.